لكن ست فاطمة بتعتقد انه لما الواحد بيحكي عن السمنة هو بيحكي عن الشق الصحي، يعني ما بيحكي عن الاشخاص، بيحكي يعني خوف الدكتور او اخصائي التغذية على الشخص السمين من مضاعفات السمنة. تعدت مش تع... شيء ما... من 50 سنة وإحنا نسمع هذا الخطاب. أنا شخصيا من 40 سنة يقال لي خسي خسي خسي. فطريقة إحنا نحب أن نكون محبوبين ومحترمين، يعني احترمني عاملني كإنسان. شو حيجيني آخر شيء اللي حيجيني؟ شو السكري، ضغط الدم، الكوليسترول. في ناس، في ملايين من الناس في العالم بيعيشوا بهذه الأمراض، ولكن ملايين من السمان بيعيشوا بقهر، بيعيشوا باحتقار، بيعيشوا بتمييز، بيعيشوا بتهميش، باستهزاء، بتهكم، بمسخرة. ما تشوفوش مذيعة بتقدم برنامج أنا يقولوا لي أنت غير صالحة، أنا المثل السيء. أنا المثل السيء في شو؟ أتعاطى مخدرات ولا إنسانة فاسدة؟ لا، ولكن أنه شكلي السمين مرفوض. مرفوض من من؟ من الصناعات اللي تعمله، من المجتمعات اللي ولكن المجتمع بياخذ فكرته من هذه. نفس الشيء نرجع للمرأة اللي 40 سنة خلاص فاتها القطار، لأنه هذا ما تقوله صناعة الموضة. هو أهم شيء سيدة فاطمة أن الواحد يكون متقبل ذاته مثل ما هو، بغض النظر عن الأوجه المختلفة اللي ممكن ينظر فيها المجتمع لهذا النوع أو لهذه الفئة اللي تعد من أصحاب الوزن الزائد. والله إحنا شوفي، شو اسمك حبيبتي؟ ليال. ليال اسم جميل جدا. فضل. وأنتوا جميلاتني، ناس جميلين يا رب، ونحيفات، وماني غير منكم بالعكس، كل ليالنا حلو في مكان. ولكن الشيء اللي بقوله والله العظيم، لو لا نتغير من هذا طريقة التعنيف والعنف ضد السمين، البدانة ستزيد وتزيد وتزيد، لأنها بتسبب كل الطريقة هذه، طريقة العلاج للبدانة أو الحماية من البدانة، بتعمل نوع من التوتر عنا، الضغط النفسي، وتعمل لنا أمراض. الأمراض اللي قلنا حتجيكم من السمنة حتجينا من الضغط النفسي. طبعا. السكري وضغط القلب، يعني بيقول لك أني عملتي لي سممتي بدني. فإحنا كل ما نسمع أنتوا سمان وفيكم وفيكم وفيكم، يتسمم بدننا. نريد خطاب حبي ودي، نريد أن نتعلم، نريد أن نحس يعني بأنه إحنا أناس، أنه إحنا نساء جميلات، أنه إحنا رجال محترمين، أنه إحنا ناس كويسين أذكياء مهمين في المجتمع. وبعدين انصحونا. نعم. انصحونا، ولكن الطرق القديمة انقصوا. تفضل. ست فاطمة، يعني لما بنحكي، برجع وبقول لك، بنحكي عن السمنة أبدا ما بنقصد أي تجريح بأي شخص. لا، ما بتكلمش، ولكن أنا على العالم. لا، عم بسأل حضرتك، كيف بتشوفي ممكن يعني الجمع بين السمنة والصحة؟ لازم ننسى خلاص السمنة، نخرج لأنه السمنة شكل. السمنة شكل، كيف انه ولكن باغلب الاحيان السمنة هي طريقة حياة، هي لايف ستايل. It is not. هذا ما هذا ما يقال. لو في ان شاء الله السيدة سعاد تعطينا فرصة ثانية مرة نعمل برامج ثانية حتى نبين الفرق، يعني الاسباب الكثيرة للسمنة. في اسباب كثيرة جدا جدا جدا. في اسباب مثلا انه الانسان يولد، وخليني اعطيكم فكرة انه انتم الفتيات الجميلات اللي شيء لازم تنتبهوا له، انه السمنة، انه انتم لما تشوفوني انا تعتبروا هذه هي السمنة. في عالم الموضة والجمال، لو أنتوا تزيدوا 5 كيلو فتعتبروا بديناس. صحيح. إذن بعرضات الأزياء. طبعاً. إذن حتضيعي شغلك، حتضيعي مثلا زوجك حينظر لمكان ثاني، ولا عندك لا سكري ولا ضغط الدم ولا شيء. طيب وين السمنه؟ يعني 5 كيلو انت ولا انا؟ طيب ست فاطمه، هل جربتي مره تعملي عشان رب 50,000 مرة طلعت في 1,000,000 برنامج وحكيتها؟ والله سيده فاطمه، انا احس ان اللي وزنه شوي زايد خفيفات الظل وخفيفات الدم مثل حضرتك، فلا انا برايي انت عايشك. شكرا حبيبتي. اللي بدي اقوله هو مش ما نشجعش السمنه، ما نشجعش السمنه. لازم ننتبه ايضا انه في سمنه، وهي يعني مثل اللي موجوده عندي انا، هي تبين انه في اعراض جانبيه، انه في مرض ثاني اللي هو العرض الجانبي بتاعه هي السمنه. المشكله انه احنا لما نروح للدكتور نقول له يا دكتور الله يخليك عالجني في شيء مسبب لي هذا السمنه، يقول لي لا، اللي مسبب لك السمنه هو الاكل، روحي كولي وقومي اعملي الرياضه حتخسي. فهذا احنا نقوله ظلم ظلم ظلم. وقاعدين نغير الان قاعدين نعمل قوانين في امريكا لحمايه السمين من التمييز ضده في العمل، في الحياة، في كل حاجة. أيضا في بريطانيا نطالب الحكومة البريطانية بالحماية، لأنه صحيا إذا إحنا كنا نريد السمين أن يخس من شأن صحته، إحنا نقول نتوقف على التمييز ضد السمين وهكم شخصيته وتهميشه حتى يصح، لانه نريد ان نكون اصحاء ونريد ان نكون فعالين قبل ما تنسى. يعني سعدنا بوجودك ست فاطمه باركر. شكرا جزيلا. اكيد تكوني ضيفتنا اكيد مره اخرى في دبي هذا الصباح. شكرا جزيلا السيده فاطمه باركر، رئيسه منظمه الرضا عن الذات.